السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الكرام، أسعد أوقاتكم بكل خير وسعادة أينما كنتم. مع أخوكم أبو عمر، معالج في مجال الطب البديل. اليوم إحبابنا راح ننزلكم إن شاء الله فيديو لعلاج تسكير أنابيب الرحم المغلقة عند النساء. تسكير الأنابيب المغلقة عند النساء يا إحبابنا، بارك الله فيكم. وهذه المشكلة تعاني كثير من أخواتنا النساء لأجل الحمل ولأجل أيضا الطفل، بدون طفل أنبوب وما شاكل ذلك. لعل الله سبحانه وتعالى ينفع الناس بهذا العلاج. راح نبين لكم يا أحبابنا أنواع العلاج وأيضا وزن العلاج بحكمة وبانتظام بامتياز 100%، وأيضا كذلك الأمر طريقة الاستعمال، وهذا مهم يا أحبابنا، الوزن والنوعية وطريقة الاستعمال. على الهامش لا يصح أي علاج كان من كان. يا أحبابنا بارك الله فيكم، بس نلفت نظركم لموضوع مهم، ألا وهو مشاركة الفيديوهات. نرى كثير من الناس وأحبابنا المتابعين ما يشاركون الفيديوهات. يا أخي الكريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يعين أخاه المسلم فليفعل. أخي الكريم، افعل الخير بحياتك وكن مفتاحا للخير مقلاقا للشر. ونعرفكم يا أحبابنا كرماء، حياكم الله وبياكم. من بين لكم العلاج يا أحبابنا الآن بإذن الله عز وجل على الشاشة كما ترون. أول شيء بذور السعد. بذور السعد يا أحبابنا، هذا النبتة سبحان الله تطلع تحت الأرض. نبات السعد من أفضل النباتات بإذن الله عز وجل ونافعة لهذا الأمر. نأخذ من بذور السعد مقدار 50 غرام، وأيضا هنا حبة البركة نأخذ منها مقدار 100 غرام، وكذلك الأمر هنا نأخذ من المستكة مقدار 50 غرام، وكذلك الأمر يا أحبابنا بارك الله فيكم من بذور الرشاد نأخذ مقدار 25 غرام، وهنا يا أحبابنا بارك الله فيكم وأسعد أوقاتكم نأخذ من بذور الحلبة مقدار 100 غرام، وكذلك الأمر هنا يا أحبابنا عندنا واضح على الشاشة القرنفل، نأخذ من القرنفل أيضا 50 غرام، وهنا عندنا أخيرا وليس آخرا الشمرة. الشمرة نأخذ منها مقدار 100 غرام. تخلط هذه الأعشاب مع بعض. طريقة الاستعمال: تطحن ناعما، تطحن ناعما بودرة تماما. طريقة الاستعمال: يؤخذ من الأعشاب مقدار ملعقة وسط، توضع على نصف كوب ماء دافئ، ثم يشرب مع الأعشاب بعد الفطور بساعتين وقبل النوم أيضا بساعتين. علاج آخر يا أحبابنا بارك الله فيكم، نفس الموضوع اللي هو علاج فتح الأنابيب، وكذلك الأمر تنظيم مشاكل الرحم أيضا يا أحبابنا كما ترون على الشاشة عشبة كف مريم. عشبة كف مريم أحبابنا تساعد على الإنجاب بإذن الله عز وجل، وهو نأخذ بالأسباب بإذن الله عز وجل والشافي هو الله. كف مريم يا أحبابنا نغسله جيدا وبعدين نكسره تكسير. طريقة استعماله: يؤخذ منه مقدار ملعقة كبيرة، توضع على كوب ماء، ثم يوضع على نار حتى يغلي، ثم يصفى ويشرب قبل الغداء بساعتين. يحلى بالسكر الطبيعي العادي أو العسل الطبيعي. يصير عندنا علاجين يا أحبابنا لتفتيح الأنابيب المغلقة في رحم المرأة، وكذلك الأمر هنا مقوي، وكذلك الأمر ينظف عوامل الرحم عند النساء. نتمنى لك أخي الكريم، أختي الكريمة، نتمنى لك الشفاء العاجل. ولمتابعينا الكرام السعادة الأبدية. شارك أخي الكريم الفيديو حتى تعم الفائدة لجميع الناس. نوعدكم بفيديوهات أخرى إن شاء الله مع أخوكم أبو عمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.